الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم عبر الثالثة قناة الرياضة في تلفزيون دولة الكويت لنقل مباراة من الدوري الممتاز بين نادي التضامن ونادي العربي. يحتل نادي العربي متأخرا في الترتيب ومباراة مهمة جدا لنادي العربي أمام نادي التضامن. التقى في القسم الأول العربي والتضامن، واستطاع نادي التضامن التقلب على نادي العربي بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء. نادي العربي يدخل هذه المباراة وعينه على النقاط الثلاثة وعينه على الانتصار للحاق في المربع. يتصدر الدوري العام نادي الكويت، يليه نادي القادسية، ثم نادي كاظمة، ثم نادي برقان والجهراء، وبعد ذلك نادي العربي. يمثل نادي العربي أحسين المصري القائد كابتن الفريق، ومحمد السويد القاذفة العرباوية، أيضا بالإعداد محمد غاسم الشريف، ناصر قاسم الشويكر، أحمد عبد الله الكندري، عبد الوهاب طالب، ومبارك سعيد المطيري، وحسين علي أشكناني، وعلي حسين، ومحمد عادل، وأحمد الملة، والمحترف هيرلي عمر تبايا. على مستوى الليبرو حسن محمد ومهدي المصري. مدرب الفريق ماركوس أنطوني الأرجنتيني. بالمقابل نادي التضامن بقيادة أيضا التونسي محمد العربي وطلال أحمد عبد الرزاق ومحمد بدر دشتي وأيضا بدر عبد الوهاب الكندري وخالد لافي وأحمد فيروز وعبد الله الفليكاوي وأيضا شبيب صالح ومشاري طلال وصالح العجمي. على مستوى الأعداد الليبرو عبد العزيز صالح وفيصل غازي. وعلى مستوى التدريب المدرب التونسي نياز من تونس، وهو أيضا المدرب الأرجنتيني ماركوس، وتوجيهات قبل انطلاقة اللقاء. يدير هذا اللقاء الحكم الدولي نايف الحميدان، خبرة ميدانية، وكحكم ثاني أيضا عبد العزيز الهولي، طاقم تحكيمي على مستوى عالي. في بداية هذا اللقاء هو الحكم الدولي الخبير أيضا نايف الحميدان، وهو أيضا نائب لرئيس لجنة الحكام المحلية. أيضا على مستوى مراقب المباراة علي الاستاد متواجد، أيضا كان حكما دوليا أيضا وخبرة ميدانية في التحكيم. انطلاقة المباراة ستكون بالإرسال لدى نادي العربي. الإرسال لصالح نادي العربي عن طريق المعد محمد غاسم، وصافرة الحكم نايف الحميدان، وانطلاقة الإرسال. إرسال استقبال عن طريق، ولكن الأعداد عادت مرة أخرى، طالب في الاستقبال أعداد غاسم خلف حواط الصد، ولكن صافرة الحكم نايف الحميدان وإنزال الكرة في ملعب التضامن. ونقطة أولى لصالح العربي، نقطة أولى لصالح العربي. بداية وإرسال أيضا لدى نادي العربي عن طريق محمد غاسم معد نادي العربي. إرسال استقبال عزيز صالح خلف حواط الصد عن طريق طلال أحمد، ولكن إلى خارج الملعب. نقطة أخرى للعربي، وتوجيهات، ومحمد غاسم على الإرسال المعد المميز في
في نادي العربي. ارسال محمد استقبال عزيز، ولكن حواط الصد عن طريق قويه من دشتي، قويه من محمد بدر دشتي، ونقطه. كان الادخال حاضرا عن طريق سويد، ولكن عادت الكره عن طريق طلال، ونقطه لصالح التضامن. العجمي على الارسال، ارسال صالح، استقبال الاعداد والتحضير، وادخال الكره عن طريق المصري، اعداد صالح، محمد العربي وقويه، وكره في ملعب العربي، عاد التضامن. التضامن 2 العربي 2. محمد صالح على الارسال، معد نادي التضامن، ارسال، ادخال الكره، طالب في الاستقبال، الاعداد غاسم، الضرب من هري، عادت عن طريق عزيز، الاعداد عن طالب، والضرب قوي عن طريق ابن العربي، عن طريق المحترف التونسي، المحترف التونسي لدى نادي التضامن محمد العربي، محمد العربي، ونقطة. محمد صالح، صالح العجمي على الإرسال، إرسال صالح، استقبال، عادت فيروز، هبة هبة يا فيروز، بالمرتدة، بالمرتدة لفيروز، الخبرة لدى التضامن، برافو، عاد التضامن، 4 التضامن، 2 العربي. العجمي على الإرسال، إرسال العجمي، إدخال الكرة، استقبال، عبد الوهاب طالب، الإعداد غاسم، هري في إدخال الكرة، ولكن إلى خارج الملعب، بعيدة، بعيدة عن حواط الصد. نقطة أخرى للتضامن، تقدم التضامن، 5 العربي 2. العجمي على الإرسال، إرسال العجمي، ولكن إلى خارج الملعب، إلى الخارج عن طريق صالح العجمي. السويد على الإرسال العربي، القاذفة العربوية، لاعب المنتخب الوطني محمد السويد، السويد على الإرسال، إدخال الكرة، الاستقبال من طلال، الأعداد من فيروز، طلال في إدخال الكرة، برافو يا طلال، حلوة حلوة، وبالإعادة والجمال عن طريق الإخراج، مطلوب الإعادة، وهنا الضرب قوي، ولكن حسن محمد إلى الخارج، برافو برافو لمصورينا في هذا اللقاء، إعادات جميلة. طلال على الإرسال، إدخال الكرة، استقبال عن طريق سويد، الأعداد من غاسم في مركز 2، هري والضرب قوي، العجمي في الاستقبال، التحضير عن طريق عزيز ابن العربي في إدخال الكرة، عادت طالب، ولكن صافرة الحكم نايف الحميدان، وهنا كرة مزدوجة في الإعداد، ونقطة لصالح التضامن، 7 التضامن، 3 العربي. طلال أحمد عبد الرزاق على الإرسال، طلال إرسال قوية، استقبال عن طريق حسن، الإعداد عن طريق ياسم، طالب في إدخال الكرة، عادت عن طريق عزيز، الإعداد من العجمي، العربي في حواط الصد، عادت مرة أخرى، عزيز في الإعداد، العربي في حواط الصد، ولكن إلى الخارج عن طريق التونسي العربي، العربي التونسي، ونقطة، نقطة الثامنة للتضامن، 8 التضامن، 3 العربي، وقت فني أول في شوط أول، استراحة ونعود مع لقطات جميلة. إلى اللقاء ومجريات الشوط الأول،
وتقدم التضامن 8 العربي 3. الإرسال عند اللاعب طلال أحمد عبد الرزاق. طلال قوية خلف كرة استقبال سويد. الأعداد غاسم التحضير خلف حواط الصد عن طريق المصري. خلف حواط الصد عن طريق القائد مصري المصري حسين المصري. نقطة للعربي 8 العربي 4 التضامن. إرسال المصري إدخال الكرة استقبال عزيز. أعداد العجمي ابن العربي في حواط الصد عادت مرة أخرى في الإعداد عن طريق غاسم. هري قوية برافو لهري. نقطة للعربي عن طريق هري عمر. ارتقاء جميل والضرب قوي وحواط الصد وكرة نازلة في ملعب التضامن. إرسال العربي المصري على الإرسال. إدخال الكرة استقبال عزيز. العجمي بالإعداد في حواط الصد في حواط الصد عن طريق الكندري. الكندري في حواط الصد أحمد عبد الله الكندري وإنزال الكرة في ملعب التضامن. نقطة التضامن 6 العربي 8 العربي 6 التضامن. المصري على الإرسال. إرسال المصري إدخال الكرة عزيز في الاستقبال. العجمي بالإعداد عادت مرة أخرى عن طريق طالب. هري خلف حواط الصد عادت ولكن صافرة الحكم نايف الحميدان. وهنا حمل في قرار. القرار حمل عن طريق محمد غاسم. الإعادة الإعادة لمشاهدينا. هنا الإعادة هنا عادت الكرة من حواط الصد. هنا الاستقرار برافو لحكم اللقاء. برافو قرار سليم قرار سليم لحكم اللقاء. استقرار الكرة في يد المعد محمد غاسم وهذا خطأ في القانون. صفارة الحكم نايف الحميدان الدولي. فيروز في الإرسال استقبال عن طريق السويد إلى الخلف عن طريق الإعداد عن طريق قاسم. إدخال الكرة استقبال الإعداد عن طريق العجمي العربي ولكن إلى خارج الملعب. التونسي التونسي محمد العربي إلى خارج الملعب. 7 العربي 9 التضامن في شوط أول. الصراع الصراع بين العربي والتضامن للهروب من القاع. هري على الإرسال إرسال قوي استقبال الإعداد عن طريق العجمي. دشتي في إدخال الكرة استقبال عن طريق حسن. الإعداد عن طريق غاسم. هري في مركز الثين في حواط الصد عادت عن طريق العجمي. عزيز في الإعداد. العربي قوية بوم بوم يا العربي بوم بوم يا محمد العربي المحترف التونسي في صفوف التضامن. برافو برافو. هنا الارتقاء لمحمد العربي والضرب القوي ونقطة لصالح التضامن. 10 التضامن 7 العربي. محمد العربي على الإرسال قوية ولكن إلى خارج الملعب إلى الخارج. نقطة للعربي العربي 8 التضامن 10. هو الأرجنتيني ماركوس مدرب العربي. طالب على إرسال إرسال قوية استقبال عزيز. الإعداد ابن العربي في حواط الصد وإلى الخارج عن طريق الكندري. نقطة أخرى لصالح التضامن. التضامن أمانة أدى مباراة جميلة أمام القادسية وكان قريبا إلى الشوط الخامس ولكن القادسية بالخبرة الميدانية أنهى هذا اللقاء. إرسال دشتي ولكن في الشباك يا دشتي في الشباك يا محمد بدر دشتي. أحمد الكندري على الإرسال السنتر لاعب مركز 3 في نادي العربي مميز شاب قادم إلى الساحة. إرسال الكندري إدخال الكرة ولكن يا الكندري في الشباك. هدايا إن كانت عن طريق دشتي بالمقابل أيضا الكندري في شباك العربي.
نقطة، تضامن 12، العربي 9. الفليكاوي على الإرسال، إدخال الكرة، استقبال عن طريق حسن، طالب الإعداد، هري بالضرب قوي في حواط الصد، واللمس عن طريق فيروز إلى الخارج. إلى الخارج. نقطة لصالح العربي، نقطة بنقطة. لا زال العربي يطلب العودة. إرسال محمد قاسم، إدخال الكرة، الإعداد والاستقبال عن طريق عزيز، ولكن طلال، طلال إلى الخارج، إلى الخارج يا طلال. طلال أحمد عبد الرزاق في مركز أربعة، ولكن الكرة إلى الخارج. نقطة لصالح العربي. قاسم على الإرسال، إدخال الكرة، الاستقبال عن طريق طلال، ولكن مرتدة، بالمرتدة سويد، يعود في التعادل لصالح العربي. الغاذفة العربوية عادت من جديد بالتعادل 12-12. العربي والتضامن في شوط أول. محمد قاسم على الإرسال، إرسال، إدخال الكرة، طلال في الاستقبال، الإعداد والتحضير عن طريق العجمي ابن العربي، ولكن إلى خارج الملعب، إلى الخارج. محمد قاسم على الإرسال، وتقدم العربي 13، التضامن 12. محمد إرسال، استقبال فيروز، الإعداد الحجمي، الظرف في حواط الصيد، عادت ولكن إلى خارج الملعب. نقطة عن طريق فيروز، نقطة تضامن 13-13، تضامن العربي. العجمي على الإرسال، إدخال الكرة، استقبال طالب الإعداد والتحضير السويد، والضرب قوي، لكن اللمس موجود، اللمس موجود، وقرار سليم من حكم اللقاء. هنا الارتقاء والضرب قوي، ولكن اللمس عن طريق صالح العجمي. القاذفة العربوية السويد على الإرسال، السويد، إرسال السويد، إدخال الكرة، الاستقبال طلال، ولكن الاستقبال غير سليم، وعودة الكرة من الشباك. نقطة لصالح العربي. تقدم العربي 15، التضامن 13. السويد على الإرسال، إرسال السويد، إدخال الكرة، استقبال طلال، الإعداد والتحضير العجمي، العربي في حواط الصد، ونقطة، نقطة لصالح التضامن. اللمس كان موجود عن طريق حواط الصد الثنائية عن طريق حسين المصري، وكرة إلى خارج الملعب، ونقطة لصالح التضامن. طلال أحمد عبد الرزاق على الإرسال، طلال، إرسال طلال، ولكن الشباك يا طلال. نقطة 16 العربي، 14 التضامن، وقت فني ثاني في شوط أول. استراحة وسنعود بعد ذلك مع لقطات جميلة من مخرجة هذا اللقاء. إليك يا كوثر.
16 العربي التضامن 14 ارسال اعداد فيروز العربي في ادخال الكره ولكن الى الخارج عن طريق العربي الى الخارج ومطالبه ايضا مطالبه من فيروز بان هناك لمس ولكن قرار الحكم نايف الحميدان بعدم وجود لمس. 17 العربي 14 التضامن تقدم المصري على الارسال ارسال المصري استقبال عزيز الاعداد ولكن كره عدم التركيز وعدم التفاهم بين فيروز والمعد محمد المعد صالح العجمي ونقطه اخرى لصالح العربي العربي 18 التضامن 14 نياز هنا مدرب نادي التضامن وتدخل في وقت مستقطع اول لصالح التضامن لاعبي التضامن وايضا الارجنتيني ماركوس هنا حوار وحديث بين حكام اللقاء اللايمن العسك وايضا بوركي الحكم الثاني مساعدين على مستوى حكام اللايمن المصري القائد لدى العربي اسد العربي على الارسال المصري ارسال ادخال الكره الاستقبال عن طريق طلال العجمي في الاعداد دشتي والضرب قوي ونقطه نقطه لصالح التضامن 15 التضامن 18 العربي فيروز على الارسال ادخال الكره استقبال التحضير من غاسم الضرب قوي برافو برافو عبد الوهاب وارتقاء جميل والضرب قوي في مركز اربعه هنا الارتقاء هنا اختيار الزاويه المناسبه والقوه لدى عبد الوهاب طالب هيري عمر على الارسال المحترف لصفوف العربي هيري قويه والاس اس 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 هري هري عمر وكرة مباشرة في ملعب التضامن عشرين التضامن 15 العربي تقدم مريح هري على الارسال قوية ولكن في الشباك هري محمد العربي على الارسال التونسي ارسال عربي استقبال الاعداد عن طريق قاسم طالب خلف حواط الصد عادت في الاستقبال التحضير دشتي في حواط الصد واللمس موجود اللمس موجود عن طريق الكندري وعن طريق محمد قاسم حواط صد ثنائيه وهنا الضرب واللمس ايضا على الكندري وكره لصالح التضامن 17 التضامن 20 العربي ابن العربي قوية استقبال من السويد الاعداد من هري طالب في ادخال الكرة ولكن الشباك الشباك واللمس على الشباك عن طريق لاعب العربي عبد الوهاب طالب هنا الارتقاء واللمس برافو للاخراج برافو لمصورينا الشكر ايضا الى طاقم التصوير والى الاخراج في هذا اللقاء امتياز على مستوى المخرجة المبدعة كوثر تدخل أيضا مدرب العربي الأرجنتيني أنطونيو ماركوس في وقت مستقطع عودة للقاء التضامن 18 العربي 20 الإرسال محمد العربي التونسي المحترف في صفوف التضامن
إرسال ولكن في الشباك يا العربي. العربي نقطة 21-18 التضامن. إرسال عبد الوهاب يتخيل الكرة، طلال في الاستقبال، العجمي في الإعداد، الدخول الفريكاوي في الدخول السريع، برافو نقطة، برافو أيضا للإعداد عن طريق العجمي، نقطة لصالح التضامن. 21 العربي 19 التضامن في شوط أول. دشتي على الإرسال إدخال الكرة، مخادع في الشباك، قاسم في الإعداد، هري في مركز اثنين، هري 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 هوبا هوبا يا هري، نقطة لصالح العربي. 22 العربي 19 التضامن. خروج الكندري ودخول الأشكناني على مستوى الإرسال، أهو أشكناني حسين علي أشكناني، إرسال إدخال الكرة، الاستقبال من دشتي، التحضير في مركز أربعة، طلال طلال، ولكن صافرة الحكم، صافرة الحكم الهولي بوجود لمس للشباك عن طريق محمد غاسم. هنا الارتقاء والضرب، ولكن هنا اللمس صافرة من الحكم، برافو. فيصل على الإرسال، فيصل إدخال الكرة، الاستقبال من حسن، الإعداد من غاسم، وسويد غوية، سويد وتأخر في حواط الصد، ونقطة لصالح العربي. هنا تأخر في حواط الصد عن طريق فيروز وعن طريق العجمي. قاسم على الإرسال، إرسال غاسم، استقبال من طلال، الإعداد عن طريق العربي، طلال في إدخال الكرة ولكن اللمس موجود، وأنا لا هنا قرار الحكم، كرة للخارج ومطالبة أيضا، ومطالبة من كابتن. هنا الارتقاء، هنا نطلب الإعادة من زاوية أخرى، قد يكون هنا لمس، إن كانت من زاوية أخرى مخرجتنا. هنا حديث أيضا بين الحكم الأول والحكم الثاني. هنا القرار أيضا كرة بعدم وجود لمس. 24 العربي 20 تضامن، إرسال قاسم، إدخال الكرة، استقبال طلال، الإعداد والتحضير، ابن العربي قوية، قاسم موجود في التحضير والإعداد عن طريق هري، ولكن سويد وكرة في الشباك عن طريق سويد، عدم التركيز في الارتقاء، لازال سويد بعيد كل البعد عن المستوى المعهود. العجمي على الإرسال، إرسال العجمي، إدخال الكرة، حسن في الاستقبال إلى الخارج، الإعداد عن طريق قاسم، سويد في إدخال الكرة، عادت عزيز صالح في الاستقبال، العجمي في الإعداد، ابن العربي، برافو للتونسي، محمد العربي. هنا ارتقاء التونسي والضرب قوي، ونقطة لصالح التضامن. اثنين وعشرين التضامن، وهنا ايضا تدخل المدرب الارجنتيني ماركوس في وقت مستقطع، توجيهات
ومطالبة أيضا من المدرب بإيصال الكرة إلى معد الفريق محمد غاسم. اثنين وعشرين التضامن، 24 العربي. العجمي صالح المعد، معد التضامن على الإرسال، العجمي على الإرسال، ادخل الكرة مخادعة حسب الاستقبال، عادت عن طريق الاعداد طلال والضرب قوي، عادت عن طريق عبد الوهاب، ولكن محاولة ونقطة لصالح التضامن. 23 التضامن، 24 العربي. هل سيعود التضامن في نقطة التعادل أم ينهي الشوط العربي لصالح نقطة وتنهي اللقاء لصالح العربي؟ إرسال، استقبال غير موفق، عودة في إدخال الكرة، عادت العجمي في الاستقبال، الأعداد طلال والضرب قوي، عاد التضامن عن طريق طلال، عن طريق الأعداد المميز أيضا، عن طريق عزيز صالح، عبد العزيز صالح، ليبرو التضامن، إبداع أيضا في الاستقبال، إبداع في التغطية، هو من عاد في التضامن. 24 العربي والتضامن. العجمي على الإرسال، إرسال العجمي، نقطة والإيس، العجمي صالح، العجمي عاد أيضا بالتضامن وتقدم التضامن، 25-24 العربي. الله يا التضامن يعود من بعيد، عاد التضامن عن طريق إصرار لاعبين، عن طريق أيضا حماس لاعبين شباب لدى نادي التضامن، هم من عادوا أمام العربي، أمام خبرة ميدانية في نادي العربي. إرسال صالح، استقبال حسن، الاعداد خلف حوات الصيد، الاعداد عزيز صالح، الضرب قوي، انهاها العربي، محمد العربي المحترف التونسي هو من انهى هذا اللقاء، انهى هذا الجمال، انهى هذا الصراع في شوط اول. الكل كان متوقعا بان لقاء الشوط الاول ذهب الى العربي، ولكن التضامن بتركيز عالي، بإصرار، عاد من 24 إلى 20 نقطة، هو من عاد في هذا الشوط. برافو لنادي التضامن، لشباب نادي التضامن بالعودة بهذا الشوط. سنكون بشوط ثاني، هل سيعود العربي أم يستمر حماس شباب التضامن بالتفوق على العربي؟ استراحة وسنعود بعد ذلك.
عودة للقاء ومجريات الشوط الثاني. شوط أول مثير، أنهاه التضامن ب 26 نقطة مقابل 24 نقطة للعربي. وبالنسبة لعالم كرة الطائرة، عدم اليأس، عدم وجود المستحيل في هذه اللعبة. كان متأخر التضامن ب 20 نقطة مقابل 24 للتضامن للعربي، وعاد العربي، ولكن عودة التضامن وإنهاء الشوط في 26 نقطة مقابل 24 للعربي. برافو التضامن، شوط أول مميز. هنا الحكم نايف الحميدان كحكم أول، وهنا الحكم الهولي عبد العزيز كحكم ثاني. امتياز في شوط أول لطاقم التحكيم. الإرسال لدى نادي التضامن وبداية شوط ثاني. هل يعود العربي؟ العربي قادر على العودة، ولكن أداء نادي التضامن مغاير تماما، وخاصة في الربع الأخير. إرسال العجمي، استقبال غير موفق، العودة عن طريق هري. الأعداد دشتي في إدخال السويد في إدخال الكرة، الاستقبال الأعداد عن طريق قاسم أحمد عبد الرزاق، طلال أحمد عبد الرزاق. امتياز في مركز أربعة، نقطة لصالح التضامن من طلال. هنا الارتقاء والضرب قوي، وكرة نازلة في ملعب العربي. العجمي على الإرسال، صالح إدخال الكرة، الاستقبال عن طريق حسن، الإعداد قاسم السويد، والضرب في حواط الصد، واللمس عن طريق محمد العربي، ونقطة لصالح العربي. نقطة، ها هو التونسي محمد العربي. امتياز لهذا المحترف، صفقة امتياز قلت لك لإدارة التضامن على هذا اللاعب. إرسال مخادعة في الشباك، مخادعة عن طريق محمد غاسم، وكرة اللمس كان متواجدا عن طريق فيروز وإلى الخارج. قاسم محمد غاسم المعد المميز العربي، ادخال الكرة، استقبال عزيز الى الداخل، عادت مرة اخرى من حوادث الصد العربي، والضرب قوي. هوبا هوبا يا العربي، هوبا هوبا يا محمد العربي. نقطة، هنا الارتقاء والضرب القوي، وتأخر ايضا عن طريق المصري من حوادث الصد. لا زال العربي يغيب على مستوى حوادث الصد، غياب للعربي. ارسال طلال احمد عبد الرزاق المميز في شوط اول، ولا زال مميزا هذا اللاعب. ارسال طلال قوية، استقبال عبد الوهاب الى الخارج مرة اخرى بادخال الكرة، ولكن الى الخارج عن طريق محمد غاسم. نقطة عن طريق ايضا طلال، وتقدم التضامن 3 العربي 2. هنا تبديل ايضا، خروج عبد الوهاب طالب ودخول احمد الملا ايضا كان لاعبا مميزا، ولاعبا ايضا لعب لنادي كاظمة ونادي العربي ونادي الشباب لعدة اندية محلية. ارسال طلال، ولكن في الشباك التضامن، ونقطة لصالح العربي. العربي 3 التضامن 3 في شوط ثاني. حسين المصري على الارسال، المصري على الإرسال، ونقاش أيضا.
وهنا ايضا كان لفت نظر عن طريق عودة للقاء والإرسال للعربي. القائد المصري على الإرسال، المصري إرسال إدخال الكرة، استقبال عزيز. الإعداد العجمي إلى الخلف، العربي في إدخال الكرة، عادة الاستقبال عن طريق غاسم. المصري في الإعداد، هري والضرب قوي وفي حواط الصد، ونقطة نقطة لصالح العربي. المصري على الإرسال، أربعة العربي ثلاثة التضامن. إرسال مصري، عزيز في الاستقبال، العجمي في الإعداد والضرب القوي، عادت عن طريق في الإدخال، ولكن الملة إلى الخارج، إلى الخارج الملة، ونقطة لصالح التضامن. أو أحمد الملة، فيروز على الإرسال، إدخال الكرة، مخادع الملة في الاستقبال، الإعداد غاسم، الضرب من السويد، ونقطة نقطة لصالح العربي. السويد على الإرسال، إرسال سويد، استقبال من عزيز إلى الخلف، طلال في الإعداد، التحضير والضرب قوي أيضا من زاوية، من زاوية ضيقة جدا، ولكن المحترف التونسي محمد العربي وقدرة أيضا في التكيف في هذه الكرة، برافو برافو للتونسي لمحمد العربي، الضرب قوي في زاوية أيضا ضيقة جدا. ها هو المحترف التونسي محمد العربي، إرسال العربي، إدخال الكرة، برافو للعربي، برافو محمد، والإس إس لهذا اللاعب، قوة قوة أيضا لدى هذا اللاعب عن طريق الإرسالات، عن طريق أيضا الضرب القوي والضربات الهجومية المتنوعة لهذا اللاعب. العربي على الإرسال، قوية، استقبال حسن، الإعداد غاسم، الملة في إدخال الكرة، في حواط الصد عن طريق الفيليكاوي إلى خارج الملعب. 6-6 العربي والتضامن في شوط ثاني. هري على الإرسال، هري عمر الغائب عن هذا اللقاء، هري إرسال قوية مخادعة، برافو عزيز في الاستقبال، التحضير، دشتي والضرب قوي، عادت مرة أخرى، هري والضرب قوي أيضا، الضرب عن طريق هري عمر، ونقطة لصالح العربي. 7 العربي 6 التضامن في شوط ثاني. هنا حوار أيضا بين الطاقم التحكيمي هنا، مطالبة بأن نادي العربي لديه أيضا عودة للنقاش أيضا بين حكم اللقاء وأيضا اللاعب السويد، وهنا أيضا كرت لفت نظر للسويد، لأن لا يجوز أيضا للحديث مع حكم المباراة إلا قائد الفريق، كابتن الفريق أو كابتن الشوط، رئيس الشوط هو الذي يستطيع الحديث مع حكم اللقاء. وهنا مخالفة
وقرار سليم من حكم اللقاء الدولي نايف الحميدان. ارسال هري قوية، استقبال طلال الاعداد، ولكن هنا صافرة الحكم عبد العزيز الهولي ووجود ايضا لمس للشباك. 8 العربي 6 التضامن، وقت فني اول في شوط ثاني، استراحة مع لقطات جميلة من مخرجة اللقاء كوثر. اليك عودة للقاء والإرسال لدى العربي، وتقدم العربي 8 التضامن 6. هيري عمر على الإرسال، إرسال ولكن إلى خارج الملعب، نقطة لصالح التضامن. 7 التضامن 8 العربي. ارسال دشتي على الارسال، ادخال الكره، الاستقبال عن طريق حسن، الاعداد غاسم، الضرب عادت من حواد الصد، برافو الكندري. مره اخرى الاعداد، هري خلف حواد الصد، الاعداد والاستقبال عن طريق صالح في الادخال عن طريق العربي. مره اخرى الملة والضرب قوي، عادت مره اخرى عن طريق عزيز، الاستقبال برافو لقاسم، الخداع الخداع عن طريق محمد غاسم على مستوى الشباك، برافو بالخداع، نقطة لصالح العربي. الكندري على إرسال أحمد، إرسال إدخال الكرة، عزيز في الاستقبال، الأعداد من صالح والضرب قوي، ولكن صافرة الحكم بوجود اللمس على الشباك، اللمس على الشباك، برافو للحكم الثاني عبد العزيز الهولي. عبد الله الفلكاوي على الارسال، ارسال عبد الله، ادخال الكره ولكن هنا خطأ في وقوف الدوران في البوزيشن لدى نادي العربي. برافو برافو لحكم اللقاء، برافو للحكم الثاني عزيز الهولي. قرار سليم، برافو، حكم قادم للساحة بقوة. ارسال فلكاوي، ادخال الكره، استقبال سويد، الاعداد من غاسم، التحضير والضرب قوي ايضا عن طريق الملة، الملة هنا التركيب ايضا عن طريق الاعداد لفك ايضا حواط الصد لدى نادي التضامن، برافو الملة احمد الملة في الارسال، استقبال عن طريق عزيز، الاعداد العجمي طلال، ولكن قاسم موجود، محمد قاسم، حواط صد لدى المعد محمد قاسم، وهنا نياز مدرب التضامن، ووقت مستقطع لصالح التضامن. كان للعربي ايضا
العربي إن كان يريد التواجد أيضا في المربع الذهبي يجب عليه تجاوز التضامن بحالة عدم تجاوز التضامن ستكون المهمة مستحيلة للعربي. مباراة مهمة جدا للعربي، إرسال إدخال الكرة الاستقبال عن طريق طلال العداد والضرب قوي عن طريق محمد العربي، عادت لازم في التحضير هري والضرب قوي بوم بوم يا هري بوم بوم يا عمر، برافو برافو لعمر والضرب القوي هنا الارتقاء الجميل والضرب قوي ولكن العربي إلى الخارج 12 العربي 9 التضامن. الملف الإرسال استقبال طلال الأعداد والتحضير والدخول السريع عادت عن طريق حسن قاسم في الأعداد السويد في حواط الصد وبرافو السويد السويد القاذفة العربوية أن عاد السويد سيعود العربي السويد بعيد كل البعد عن المستوى. الملا على الإرسال إدخال الكرة الاستقبال عن طريق طلال الأعداد العجمي الضرب حقل في حواط الصد ولكن التغطية السليمة سويد في الإعداد هري في حواط الصد عادت عن طريق العجمي عزيز في الإعداد محمد العربي والضرب قوي الضرب قوي عن طريق العربي ونقطة نقطة لصالح التضامن 10 التضامن 13 العربي. العجمي صالح على الإرسال إرسال إدخال الكرة الاستقبال حسن الاعداد غاسم الدخول السريع عن طريق المصري عادت عن طريق عزيز العجمي في الاعداد العربي والضرب قوي عادت عن طريق ملا ولكن اللمس والى خارج الملعب نقطه اخرى للتضامن نقطه اخرى للتضامن عن طريق العربي هنا الارتقاء الجميل والضرب القوي العربي محمد العربي ونقطه لصالح التضامن 11 التضامن 13 العربي. ارسال العجمي استقبال سويد الاعداد من غاسم هري والضرب قوي في حواط الصد عادت عن طريق دشتي الاعداد الضرب عن طريق طلال عادت مره اخرى ولكن كره في ملعب التضامن نقطه لصالح العربي العربي 14 التضامن 11 مباراة لا تقبل القسمة على الاثنين يجب على العربي العودة وأيضا التضامن بحالة الفوز أيضا يتقدم ويبتعد قليلا عن المؤخرة الضرب قوي عن طريق طلال عادت عن طريق قاسم التحضير عن طريق الملا هري في حواط الصد يا هري ونقطة نقطة لصالح العربي 15 العربي 11 التضامن خروج طلال ودخول ايضا القلاف محمد القلاف ارسال استقبال دشتي الاعداد والتحضير العربي في مركز 4 والى خارج الملعب 16 العربي 11 التضامن وقت مستقطع فني ثاني في شوط ثاني استراحة وسنعود بعد ذلك للقاء والإرسال عن طريق محمد قاسم
16 العربي 11 التضامن. قاسم في الارسال، عزيز في الاستقبال، التحضير عن طريق العجمي والضرب قوي عن طريق العربي. العربي مميز أمانة، مميز العربي، محمد العربي امتياز، امتياز هو المميز في نادي التضامن، هو من عمل الفارق في نادي التضامن. القلاف على الارسال، ادخال الكرة، استقبال السويد، التحضير قاسم، الدخول السريع، حواط الصد موجودة عن طريق فيروز، الاحداد السويد في حواط الصد ولكن الى خارج الملعب واللمس موجود ونقطة لصالح العربي. هنا للارتقاء والضرب قوي في حواط الصد، محاولة ايضا كانت متواجدة عن طريق عزيز صالح ولكن الى خارج الملعب. اسد العربي المصري، حسين المصري، ارسال، ادخال الكرة، استقبال عزيز، الاعداد من العجمي، الضرب قوي عن طريق محمد العربي، عادت الملة في التحضير والاحداد، سويد في ادخال الكرة ولكن الى خارج الملعب، الى الخارج سويد. ها هو سويد وعدم التركيز في هذه الكرة. 13 التضامن، 17 العربي. فيروز على الارسال، ادخال كرة، الملة في الاستقبال، الاعداد عن طريق قاسم، ادخال كرة عن طريق السويد، استقبال ولكن مرة اخرى في الادخال، العجمي في التحضير والضرب قوي ولكن موجود امامك على الشباك العربي يا العجمي، يا العجمي التركيز مطلوب. سويد على ارسال، ارسال سويد، ادخال الكرة، الاستقبال عن طريق عزيز، ادخال الكرة واللمس موجود، عادت مرة اخرى، محمد غاسم في الادخال، مرة اخرى الكندري في ادخال الكرة، عادت عزيز في الاستقبال، الاعداد والضرب قوي ولكن الملة، هلا هلا يا الملة، هلا هلا يا الملة، الله لحواط صد الملة. نتذكر الملة وجمال الملة عندما كان مميزا ولكن الإصابة التي منعت هذا اللاعب من الاستمرار خلال سنوات ماضية، عاد الملة من جديد ونتمنى أن تكون الإصابة بعيدة عن هذا اللاعب. نقطة لصالح العربي، العربي 19 التضامن 13. هنا تدخل أيضا مدرب التضامن نياز في وقت مستقطع ثاني في شوط ثاني. عودة للقاء وتقدم العربي 19 التضامن 13. السويد على الارسال، القاذفة العرباوية، السويد، ارسال السويد، استقبال عزيز، اعداد العجمي، الدخول من الفيريكال ولكن حواط الصد موجودة، الملة مرة اخرى ولكن حواط الصد موجودة ايضا عن طريق العربي، الضرب قوي ولكن اللمس موجود. برافو برافو لحكم اللقاء، نقطة لصالح العربي، 20 العربي 13 التضامن، لا زال التفوق لصالح العربي في هذا الشوط. السويد على الإرسال، إرسال السويد، استقبال عزيز، الأعداد من العجمي، الضرب من العربي ولكن الى خارج الملعب. ها هو محمد العربي التونسي، اداء في شوط اول مميز، 14 التضامن 20 العربي، ارسال العربي،
مخادعة عادت من الشباك، استقبال العداد الملة في ادخال الكرة بالخبرة الميدانية، بالخبرة الميدانية عن طريق احمد الملة. برافو برافو، هنا الاعداد، هنا الخبرة الميدانية، واختيار ايضا زاوية مناسبة ونقطة لصالح العربي. 21 العربي، 14 التضامن. عمر، هيري عمر على الارسال، ارسال ادخال الكرة، عزيز في الاستقبال، الاعداد العجمي، الضرب من دشتي عادت مرة أخرى، عزيز في الاستقبال، الاعداد ولكن حواط الصد، عادت مرة أخرى، عزيز في ادخال الكرة، الاستقبال عن طريق حسن، قاسم التحضير، الضرب ولكن إلى خارج الملعب، إلى الخارج يا كندري، إلى الخارج عن طريق أحمد الكندري، إلى الخارج. 21 العربي، 15 التضامن. دشتي على الإرسال محمد، إدخال الكرة، استقبال حسن، عادت مرة أخرى مرتدة، اللمس موجود، الأعداد والتحضير، نقطة، نقطة لصالح العربي. اثنين وعشرين العربي، 15 التضامن في الشوط الثاني. عودة العربي، امتياز العربي بالعودة، والشوط ايضا مغاير للتضامن. اشكناني على الارسال، والحكم نايف الحميدان، قيادة مميزة، ارسال، استقبال عن طريق القلافة، عادت مرة اخرى في الادخال عن طريق اشكناني، عزيز في الاستقبال، عادت دشتي في ادخال الكرة، الاستقبال عن طريق هري، الاعداد عن طريق غاسم، ولكن بامتياز، بامتياز عن طريق اسد العربي، عن طريق المصري بكل هدوء، ادخال هذه الكرة في ملعب التضامن، نقطة للعربي. 23 العربي، 15 التضامن. اشكناني على الارسال، ادخال الكرة، استقبال دشتي، الاعداد، هلا هلا يا العربي، هلا هلا يا محمد العربي، بكل هدوء ايضا خلف حواط الصد، نقطة لصالح التضامن. دخول فيصل غازي على مستوى الإرسال وخروج الفيليكاوي. فيصل على الإرسال، إدخال الكرة، استقبال سويد، الإعداد عن طريق غاسم، الله الله، أسد العربي المصري، نقطة لصالح العربي في الدخول السريع، في الدخول السريع، هنا الارتقاء، هنا الإعداد الجميل، هنا الارتقاء أيضا، واختيار ايضا مكان مناسب، برافو للمصري. الملا على الارسال، ارسال الملا ولكن عائده من الشباك، ونقطه لصالح التضامن. 17 التضامن، 24 العربي، نقطه تفصل العربي على الشوط. ارسال صالح، الاستقبال، الملا في الاعداد، السويد، والضرب قوي ولكن في حواط الصد، وكرة نازلة في ملعب، في ملعب العربي. ثمنتاش العربي، 24، 18 التضامن، 24 العربي، ارسال العجمي، استقبال حسن، الاعداد غاسم، هيري، والضرب في حواط الصد، عادت مرة اخرى قاسم العداد، التحضير، نهاها اسد العربي، نقطة نهاية الشوط الأول، الشوط الثاني لصالح العربي.
شوط للعربي، شوط للتضامن، شوط أول لصالح التضامن 26-24، شوط ثاني لصالح العربي 25-18، شوط لشوط بين العربي والتضامن. سنكون في شوط ثالث، هل تكون الكلمة للعربي أم يعود حماس التضامن؟ استراحة وسنعود. عودة للقاء ومجريات الشوط الثالث بين التضامن والعربي، شوط أول للتضامن والشوط الثاني للعربي. شوط أول 26-24 التضامن، شوط ثاني 25-18 العربي. شوط ثالث، ما هي الحكاية، ما هي الرواية بين العربي والتضامن؟ هل يعود العربي؟ العربي قادر على العودة، لديه الكثير والكثير، لديه أسامي، لديه أيضا نجوم على مستوى لاعبي منتخب. أيضا بالمقابل التضامن لديه محترف على مستوى عالي، لديه المحترف التونسي ابن العربي محمد العربي. استقبال، إرسال ولكن مخادعة عادت مرة أخرى بإدخال الكرة عن طريق طلال، استقبال عن طريق المصري لعداد غاسم، هري والضرب، العربي في إدخال الكرة، عادت سويد في الاستقبال، العداد والتحضير، عادت عن طريق أسد العربي المصري. المصري برافو، نقطة أولى لصالح العربي، نقطة أولى. هنا الإعداد الجميل، هنا الارتقاء والضرب قوي عن طريق المصري. نقطة العربي، العربي واحد، التضامن لا شيء في شوط ثالث. محمد غاسم على الإرسال، المعد لدى العربي، إرسال محمد، استقبال طلال، الإعداد العجمي
طلال في ادخال الكره في حواط الصد واللمس موجود عن طريق هري. حواط صد ثنائيه بين هري وايضا المصري، واللبس كان موجود عن طريق هري. هري عمر العجمي على الارسال، التضامن ارسال استقبال السويد، الاعداد عن طريق غاسم، الضرب القوية من هري ولكن الى خارج الملعب، الى الخارج عن طريق فيروز وعن طريق محمد العربي. هنا الارتقاء وحواط صد ثنائية ولكن الى الخارج. اللمس كان موجود عن طريق فيروز. السويد على الارسال، القاضي في العرباوية، السويد ادخال الكرة، الاستقبال مخادعة، عادة المرتدة عن طريق الملة. نقطة بكل هدوء، الملة بخبرة السنين، بخبرة السنين عن طريق أحمد الملة. السويد على الإرسال، العربي ثلاثة تضامن واحد، إرسال السويد إدخال الكرة، عزيز في الاستقبال، طلال في الإعداد، محمد العربي في إدخال الكرة، عادت عن طريق غاسم، الضرب عن طريق الغاذفة بالجمال والإبداع ولكن موجود، وهنا صافرة الحكم واللمس موجود على العصا الهوائية. برافو برافو، كان ارتقاء جميل عن طريق الغادفة العرباوية، عن طريق السويد. يا هو السويد محمد السويد على الإرسال، محمد السويد، ولكن هنا حديث كان لدى حاكم المباراة، عودة للقاء. السويد محمد على الإرسال، إدخال الكرة، الاستقبال عن طريق طلال، العجمي في الإعداد، العربي العربي هوبا هوبا يا العربي، بالبوم بوم يا العربي، برافو برافو. هنا الارتقاء الجميل واختيار زاوية الكروس للعربي، ونقطة لصالح التضامن. التضامن اثنين للعربي أربعة. طلال أحمد عبد الرزاق على الإرسال، طلال إرسال استقبال حسن، الإعداد والدخول السريع، هلا 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 من أسد العربي عن طريق المصري، ولكن الجمال والإبداع كان حاضرا عن طريق الإعداد، عن طريق محمد غاسم. برافو، نقطة لصالح العربي. المصري على الإرسال، المصري إدخال الكرة، الاستقبال، الإعداد والدخول السريع، فيروز فيروز أيضا بالهبة هبة يا فيروز، برافو، والدخول السريع والإعداد الجميل من العجمي، برافو. هنا الدخول واختيار زاوية مناسبة والضرب القوي لدى فيروز، إرسال فيروز، إدخال الكرة، الاستقبال والتحضير، الاعداد من غاسم، هلا هلا هري هري هوبا هوبا يا هري، الله لجمال هذا الارتقاء والضرب القوي. هنا الاعداد الجميل، هنا الارتقاء العالي والضرب القوي لدى عمر هري. هري عمر، ارسال قويه قويه، والاس اس اس، نقطة مباشرة لهري عمر، نقطة. العربي سبعة، التضامن ثلاثة. هري عمر على الإرسال، إرسال هري، إدخال الكرة، استقبال عن طريق عزيز، العزمي في الإعداد، الضرب قوي، العودة عن طريق العربي، نقطة. ها هو محمد العربي، لا زال وحيدا العربي في أداء مميز.
محمد العربي على الارسال، قويه استقبال الى الخلف هري في الاعداد، الضرب من الملا ولكن الى الخارج، الى الخارج الملا. نقطة تضامن. نقطة، خمسة التضامن، سبعة العربي. محمد العربي على الإرسال، قوية مخادعة، سويد في الاستقبال إلى الخلف، قاسم في الإعداد ولكن قصيرة، عودة مرة أخرى في الاستقبال، الإعداد والتحضير أيضا قصيرة عن طلال، عادت قاسم في الإعداد، الملا والضرب قوي وفي حوائط الصد، وكرة وكرة أيضا نازلة في ملعب التضامن. ثمانية التضامن، ثمانية العربي، خمسة التضامن. استراحة قصيرة في وقت فني أول في شوط ثالث، وسنعود بعد ذلك. عودة للقاء ومجريات اللقاء بتقدم العربي ثمانية في شوط ثالث مقابل خمسة لنادي التضامن. الملا على الإرسال، إرسال الملا، استقبال طلال، الإعداد العجمي، الضرب قوي في حواط الصد واللمس موجود عن طريق الكندري. نقطة لصالح التضامن، ستة التضامن، ثمانية العربي. دشتي على الإرسال، إرسال دشتي، إدخال الكرة، الاستقبال عن طريق حسن، الإعداد القاذفة العرباوية ولكن عودة مرة أخرى، الملا في الاستقبال، الإعداد القاذفة العرباوية، هي هي يا سويد، عودة سويد، عاد سويد، عاد العربي، امتياز هنا، الارتقاء لسويد والضرب القوي، كرة نازلة في ملعب التضامن. تسعة التضامن، ستة، تسعة العربي، ستة التضامن. الكندري على الإرسال، إدخال الكرة، الاستقبال عن طريق عزيز، الدخول السريع، برافو للفيلكاوي، نقطة، نقطة، برافو. نقطة لصالح التضامن، سبعة التضامن، تسعة العربي، إرسال ولكن إلى خارج الملعب، إلى الخارج. إرسال، إدخال الكرة، استقبال العجمي، الإعداد العربي والضرب قوي في حواط الصد، وكرة نازلة عن طريق السويد. إرسال محمد غاسم، استقبال عزيز، العجمي في الإعداد، الدخول خلف حواط الصد، عادت مرة أخرى عن طريق السويد، الملا في الإعداد ولكن صافرة الحكم نايف الحميدان، وهنا الدبل موجود، لمستين على الملا. ثمانية التضامن، 11 العربي. العجمي على الإرسال، إدخال الكرة العجمي، حسب الاستقبال،
الملا في الاعداد السويتي مركز اثنين خلف حواط الصيد عادت عن طريق فيروز اعداد القاسم السويد والضرب قوي موجود عزيز صالح في الاستقبال الاعداد والضرب قوي عن طريق محمد العربي ولكن الى خارج الملعب نقطة للصالح العربي السويد القاذف العرباوية محمد السويد على الارسال ارسال محمد ادخال الكرة عزيز في الاستقبال الاعداد العجمي طلال واللمس عن طريق حواط الصد العرباوية عن طريق الملة وايضا المصري واللمس موجود الى الخارج نقطة لصالح التضامن 9 التضامن 12 العربي هنا الاعداد الجميل والتصوير ايضا والابداع في هذه الكرة الاخراج مميز امانة طلال على الارسال ارسال طلال قوية مخادعة والاس اس لطلال نقطة بالخداع واللمس على الشباك هنا الارتقاء الموجود والخداع عن طريق الشباك وكرة نازلة في ملعب العربي نقطة 10 التضامن 12 العربي طلال على الارسال ارسال طلال ولكن في الشباك يا طلال ثلاثة العربي 10 التضامن في شوط ثالث القائد المصري اسد العربي على الارسال ارسال استقبال عن طريق عزيز الدخول فيروز ولكن عودة في الاستقبال والاعداد عن طريق قاسم هري واللمس موجود عن طريق حواط الصد 14 العربي 10 التضامن تقدم العربي ب 14 نقطة مقابل 10 نقاط للتضامن هنا تدخل نياز مدرب التضامن في وقت مستقطع غاب ايضا جمهور العربي محب نادي العربي الجمهور العربي غاب عن هذا اللقاء ولكن حضر ايضا لو مصورينا ومخرج هذا اللقاء النظرة الى رئيس نادي العربي وتواجده ايضا تواجد رئيس نادي العربي على المنصة وحضور ايضا رئيس نادي العربي ومؤازرة النادي ومؤازرة الفريق الاول في نادي العربي ان يكون مخرج اللقاء ويعطينا صورة توضيحية بوجود ايضا رئيس نادي العربي في المنصة الرئيسية ارسال استقبال الاعداد عن طريق العجمي الضرب قوي وكرة الى الخارج موجود في المنصة الرئيسية السيد عزيز عاشور رئيس نادي العربي والتواجد ايضا والدعم نادي العربي هري قوية من هري عمر هو عزيز عاشور برافو لرئيس نادي العربي ومؤازرة النادي بالعودة ايضا للمنافسة شيء يشكر عليه امانة السيد عزيز عاشور بمتابعة جميع الفرق ارسال استقبال والتحضير الى الخلف عادت مرة اخرى في ادخال الكرة هنا الاستقبال عن طريق سويد غاسف الادخال ولكن بالذكاء عادت عن طريق عزيز ولكن صافرة الحكم موجودة نايف الحميدان واللمس موجود نقطة 16 العربي 11 التضامن وقت فني ثاني في شوط ثالث استراحة وسنعود
ارسال استقبال عن طريق العدم والضرب قوي ايضا موجود عن طريق دشتي. برافو برافو. هنا ارتقاء دشتي والضرب قوي ايضا عن طريق محمد دشتي. نقطة تضامن 12 التضامن 16 العربي. محمد العربي على الارسال. ارسال استقبال حسن الاعداد. الضرب قوي. برافو يا الملا. برافو بالخبرة الميدانية لدى احمد الملا. ونقطة لصالح العربي. 17 العربي 12 التضامن. ارسال الملا. ادخال الكرة استقبال عن طريق عزيز ولكن عودة الكرة عن طريق القاذفة العربوية عن طريق السويد وانزال الكرة في ملعب التضامن. نقطة لصالح العربي 18 العربي 12 التضامن. ارسال الملا. الاستقبال عن طريق طلال ولكن الى الخارج الى الخارج عن طريق طلال. غاب التضامن غاب التضامن على مستوى الكرة الأولى. وإن غابت الكرة الأولى سيغيب الإعداد سيغيب أيضا الضرب على الشباك. كرة الطائرة هي الكرة الأولى. استقبال طلال في الاستقبال الإعداد عن طريق العجمي. الدشتي عادت مرة أخرى بإدخال الكرة بالجمال والإبداع عن طريق الإصرار. عادت مرة أخرى بالإعداد إدخال عن طريق غاسم. عادت مرة أخرى العجمي في الاستقبال الإعداد عن طريق عزيز. والعربي للخارج. محمد العربي بالخارج. ونقطة لصالح العربي 20 العربي 12 التضامن. هنا تدخل أيضا نياز مدرب التضامن في وقت مستقطع ثاني لصالح التضامن. عودة للقاء ومجريات اللقاء وبدأت التغييرات لدى التضامن. خروج أيضا ارسال العربي استقبال الاعداد دخول الكرة مرة اخرى. وهنا نقطة بالمرتدة مرة اخرى لصالح التضامن لصالح العربي. ارسال الملا. ادخال الكرة استقبال عن طريق طلال. الاعداد التحضير والضرب قوي عن طريق مشاري. نقطة لصالح التضامن. مشاري خالد. ونقطة ارسال التضامن عن طريق دشتي. ونقطة مباشرة نقطة مباشرة عن طريق محمد دشتي. ونقطة لصالح التضامن 14 التضامن 21 العربي. هنا ارسال هنا القوة ايضا ومحاولة من الملا ولكن كرة نازلة في ملعب العربي. دشتي قوية ايضا. حسن في الاستقبال. الاعداد عن طريق غاسم. الدخول عن طريق الكندري. عادت مرة اخرى الاعداد عن طريق عزيز والضرب في حواط الصد. الملا في الاستقبال. الاعداد والتحضير القذف العربوية عادت مرة أخرى. عزيز في الإعداد. طلال والضرب إلى الخارج إلى الخارج عن طريق طلال أحمد.
ارسال اشكناني للاستقبال الاعداد عن طريق سعد، ولكن عدت عن طريق طلال بادخال الكره لاستقبال المصري اسد العربي بالدخول السريع، ونقطه لصالح العربي. 24 23 العربي، 14 التضامن في الشوط الثالث. سيطره في هذا الشوط وفي مجريات هذا الشوط، وهنا نقطه مباشره ايضا عن طريق اشكناني، ونقطه 24 العربي، التضامن 14. غاب التضامن في هذا الشوط. نقطة الشوط، وأشكناني على الإرسال، إدخال الكرة استقبال، التحضير عن طريق سعد، ولكن هنا أيضا خطأ وازدواجية في الإعداد. ونقطة الشوط الثالث لصالح العربي. العربي شوط ثالث ب 25 نقطة مقابل 14 نقطة لصالح التضامن. شوطين للعربي مقابل شوط للتضامن. سنكون في شوط رابع، هل يعود التضامن أم يستمر العربي بالتفوق؟ استراحة وسنعود في شوط رابع. بدايات الشوط الرابع، هل تكون الكلمة للعربي وحسم اللقاء أم تكون كلمة للتضامن والعودة من جديد لشوط فاصل؟ شوط أول مميز للتضامن، شوط ثاني سيطرة للعربي، شوط ثالث أيضا سيطرة للعربي. سنكون في شوط ثالث، هو شوط مهم جدا للعربي بالعودة من جديد في منافسة في دخول المربع الذهبي.
الإرسال لدى نادي التضامن في بداية شوط رابع عن طريق العجمي، عن طريق صالح العجمي. العجمي على الإرسال، إدخال الكرة حسن في الاستقبال، ولكن صافرة الحكم أيضا بإعادة الإرسال. عدم جاهزية طاقم التحكيم، وهنا نقاش أيضا الحكم مع مراقب المباراة وهو الحكم الدولي أيضا المميز، وهنا تأخير إداري، تأخير إداري لدى النادي العربي. هنا التأخير الإداري بسبب عدم وجود لاعبين العربي في أرضية الملعب. اللاعبين يجب عليهم بعد إطلاق الصافرة أن يكون متواجدين اللاعبين الستة في أرضية الملعب. إرسال العجمي مخادعة، ونقطة أولى لصالح التضامن، نقطة أولى لصالح التضامن. صالح العجمي على الإرسال، المؤدي لدى نادي التضامن صالح. إرسال العجمي ولكن في شباك التضامن، ونقطة لصالح العربي. 1-1 في شوط رابع، في شوط مهم جدا للعربي. إرسال قاسم على الإرسال، إرسال قاسم، استقبال الإعداد العجمي، محمد العربي، هوبا هوبا يا العربي. انعاد العربي، انعاد محمد العربي التونسي المحترف في صفوف التضامن، سيعود التضامن. طلال احمد عبد الرزاق ابن اللاعب، ابن لاعب كرة الطائرة، لاعب نادي كاظم السابق ولاعب المنتخب احمد عبد الرزاق، امتياز لهذا اللاعب. الضرب قوي ايضا عن طريق الغاذفة العرباوية، عن طريق السويد، ونقطة لصالح العربي. هنا الاعداد الجميل والارتقاء الجميل ايضا من القاذفة العرباوية السويد، ونقطة. ارسال سويد، ادخال الكرة، الاستقبال عن طريق طلال، عادت مرة اخرى، المصري في الاستقبال، الاعداد عن طريق قاسم، عمر واختيار زاوية مناسبة لهري عمر، ونقطة للصالح العربي. السويد على الإرسال، إرسال سويد، إدخال الكرة، الاستقبال عن طريق طلال، الإعداد عن طريق العجمي. العربي في إدخال الكرة، ولكن أسد العربي موجود على مستوى حواط الصد. إحسين المصري القائد، القائد لدى نادي العربي، وإنزال الكرة في ملعب التضامن. نقطة، العربي 4 التضامن 2. السويد على الإرسال، إرسال السويد، إدخال الكرة، استقبال عن طريق دشت الإعداد العجمي، دشت في حواط الصد، عادت مرة أخرى قاسم في الإعداد عن طريق، ولكن إنزال الكرة عن طريق دشتي، حواط صد عالية عن طريق المحترف لدى نادي العربي عمر هري. هنا أيضا تدخل نزال نياز مدرب التضامن نياز، وتدخل في وقت مستقطع، أول لصالح التضامن، وتقدم العربي 5 التضامن 2. وتفوق العربي في شوطين مقابل شوط واحد للتضامن، وفي شوط رابع لا زال العربي متقدم بخمس نقاط مقابل نقطتين لصالح العربي، 5 العربي 2 التضامن.
السويد على الارسال. ارسال السويد، استقبال عزيز الاعداد العجمي ابن العربي في حواط الصد عن طريق هري وعن طريق المصري. حواط صد مميزة في شوط رابع لدى العربي، امتياز. عاد التركيز للعربي على مستوى حواط الصد وايضا على مستوى الارسالات. السويد على الارسال، ادخال الكرة، استقبال عزيز، عادت مرة اخرى ولكن في العصا الهوائية، ونقطة لصالح العربي. سبعة العربي، اثنين. التضامن السويد على الارسال، ادخال الكرة السويد، ادخال الكرة ولكن الى خارج الملعب، الى الخارج يا سويد. وكانت مطالبة ايضا بان الكرة ملامسة لخط القاعدة، ولكن حكم اللقاء. ارسال فيروز، الاستقبال، الاعداد، الملة في حواط الصد ولكن الى خارج الملعب. نقطة لصالح العربي، العربي ثمانية، التضامن ثلاثة. استراحة في وقت مستقطع فني اول في شوط رابع. من وقت فني أول في الشوط رابع، وتقدم العربي ثمانية، التضامن ثلاثة. وهو الأرجنتيني الجديد أيضا في تدريب نادي العربي خلفا إلى المدرب الإيراني جواد. إرسال المصري، إدخال الكرة، الاستقبال عن طريق طلال، الأعداد العجمي قوية ولكن إلى خارج الملعب، واللمس موجود عن طريق حواط الصد، عن طريق حواط الصد للعربي. هنا الارتقاء واللمس أيضا على الكندري، برافو إلى حكم اللقاء وأيضا إلى مصورينا والمخرج أيضا كوثر. إرسال عدد من جديد، والاستقبال والأعداد العربي، والضرب قوي أيضا، ونقطة للصالح. التضامن، محمد العربي على الإرسال، قوية، استقبال عن طريق السويد، الأعداد عن طريق قاسم، الضرب الملة ولكن إلى خارج الملعب. الضرب كان عن طريق أحمد الملة في مركز أربعة ولكن في زاوية إلى خارج الملعب. ستة التضامن، ثمانية العربي، محمد العربي قوية ولكن إلى خارج الملعب، إلى الخارج. تسعة العربي، ستة التضامن في شوط رابع، في شوط الحسم لصالح العربي والعودة إلى المنافسة في دخول المربع الذهبي. إرسال قوية، هري، عادت مرة أخرى عن طريق دشتي، الإدخال عن طريق العربي، عادت في الإدخال، الكندري في الاستقبال، قاسم في التحضير ولكن عودة مرة أخرى، إدخال الكرة عن طريق دشتي، عادت مرة أخرى، الاستقبال ولكن كرة نازلة. هنا التصادم كان حاضرا في هذه الكرة عن طريق هري وعدم التفاهم في هذه الكرة.
نقطة لصالح التضامن. التضامن 7، العربي 9. دشتي على الإرسال، إدخال الكرة، الاستقبال عن طريق السويد، الإعداد عن طريق قاسم، هري هري، والحلول والحلول لدى نادي العربي عن طريق هري عمر. نقطة هنا الارتقاء واختيار أيضا زاوية مناسبة والضرب القوي أيضا، ونقطة لصالح العربي. 10 العربي، 7 التضامن. الملا على الارسال، ادخال الكره، الاستقبال عن طريق عزيز، الاعداد والدخول السريع من الفليكاوي، الضرب مره اخرى، الاعداد عن طريق قاسم، القاذفه العربويه عادت عن طريق دشتي، ولكن الشباك موجوده، لمس على الشباك عن طريق لاعب التضامن عن طريق حواط الصد. هنا الارتقاء والضرب قوي، ولكن اللمس الشباك عن طريق الفليكاوي. استقبال، الاعداد والتحضير، طلال في حواط الصد عادت مرة أخرى، ولكن محاولة إلى آخر الملعب. نقطة، نقطة لصالح التضامن. عبد الله على إرسال، إدخال الكرة، الاستقبال من الملا، التحضير والاعداد، الكندري خلف حواط الصد، عادت فيروز في الاستقبال، الاعداد والضرب قوي عن طريق العربي، عادت مره اخرى قاسم، هري والضرب قوي في حواط الصد، ونزول الكره في ملعب التضامن. نقطه لصالح العربي، 12 للعربي، 8 التضامن. الكندري على الارسال، احمد على ارسال، ارسال ادخال الكره، الاستقبال العجمي في الاعداد، طلال في ضرب في حواط الصد والى خارج الملعب، حواط صد ثنائيه عن طريق محمد غاسم وعن طريق حسين المصري، ولكن الى خارج الملعب. المعد صالح العجمي على الارسال، ارسال العجمي، ادخال الكره، الاستقبال عن طريق حسن، الجمال والابداع، ولكن التحضير في التغطيه السليمه، عادت مرة أخرى عن طريق عزيز، الاستقبال والتحضير قاسم، والضرب قوي قوية عن طريق هيري، ونقطة، نقطة لصالح العربي. 13 العربي، 9 التضامن. محمد قاسم على الإرسال، إدخال الكرة، الاستقبال عن طريق عزيز، الاعداد عن طريق صالح، الضرب ادخال الكره العربي، واللمس موجود في حواط الصد. نقطه بالهدوء، نقطه بالتركيز لدى العربي، لدى محمد العربي التونسي المحترف في صفوف التضامن. هنا الهدوء، هنا الارتقاء ايضا، واللمس موجود عن طريق هيري. طلال على الارسال، طلال احمد، ارسال ولكن في الشباك يا طلال. 14 العربي، 10 التضامن. السويد على الإرسال، السويد على الإرسال، إرسال سويد، إدخال الكرة، ملامسة الشباك وإلى خارج الملعب، إلى الخارج عن طريق سويد. نقطة تضامن 11، العربي 14. فيروز على الإرسال، إدخال الكرة، الاستقبال عن طريق حسن، الإعداد عن طريق قاسم، هري والضرب قوي في حواط الصد، عادت عن طريق طلال، دشتي في التحضير والإعداد، طلال في إدخال الكرة، والاستقبال عن طريق المصري، حلوة عن طريق الملة، عادت مرة أخرى في إدخال الكرة، ولكن اللمس، اللمس عن طريق حواط الصد لدى النادي العربي. وهنا حديث ايضا، الحديث موجود ايضا.
هنا كان الضرب قوي أيضا عن طريق الملة الخبير خبرة السنين عن طريق أحمد الملة. المصري على الإرسال، إرسال المصري، إدخال الكرة، استقبال عن طريق عزيز، التحضير العربي في مركز الثاني، والضرب قوي ونقطة، نقطة لصالح التضامن. هذه الأحداث كانت جميلة أيضا، والارتقاء والضرب قوي عن طريق العربي، محمد العربي التونسي المميز أمانة، احترف لعدة أندية كانت خليجية أو عربية. إرسال، الاستقبال، التحضير، الضرب قوي عن طريق الملة، عادت مرة أخرى بإدخال الكرة، الضرب في حوض الصد، عادت مرة أخرى، التحضير عن طريق عبد الله، ولكن إلى خارج الملعب، إلى الخارج، ونقطة 16 العربي 12 التضامن. وقت فني ثاني في شوط رابع، استراحة وسنعود بعد ذلك. عودة للقاء ومجريات الشوط الرابع، وتقدم العربي 16 التضامن 12. الإرسال لدى العربي عن طريق هيري عمر، هيري إرسال ولكن قوية في الشباك، نقطة، التضامن 13 العربي 16. إرسال، التضامن، إدخال الكرة، الاستقبال والتحضير، ولكن عدم التركيز عن طريق الإعداد وعن طريق دخول أيضا الكندري في هذه الكرة، وكرة ساقطة في ملعب العربي. هنا أحمد الكندري وعدم التركيز في هذه الكرة، دخول مبكر أيضا. 14 التضامن 16 العربي. دشتي على الإرسال، محمد إدخال الكرة، الاستقبال عن طريق السويد، الإعداد، قاسم، الضرب عن طريق الملا، ولكن في الشباك عن طريق الملة. نقطة لصالح التضامن 15 العربي 16. دشتي على الإرسال، التضامن، إرسال، إدخال الكرة، سويد في الاستقبال، غاسم في الإعداد، هري والضرب والحلول، والحلول لدى غاسم في هذه الكرة، نقطة لصالح العربي. أيضا تأخر في حواط الصد وعدم التركيز والوقوف السليم أيضا بمقابلة هري عن طريق طلال. إرسال، استقبال، الإعداد عن طريق العجمي، ولكن إدخال الكرة عن طريق طلال، قاسم في الإعداد، السويد والضرب قوي، عادت عن طريق العربي، التحضير إعداد العجمي، العربي ولكن في الشباك، في الشباك عن طريق محمد العربي. 18 العربي 15 التضامن. هنا الإعداد والارتقاء الجميل، ولكن إنزال الكرة في الشباك
التضامن. الملا على الارسال، ارسال ادخال الكره خلف عواط الصد، عادت مره اخرى. الملا في التحضير، السويد في ادخال الكره، عادت مره اخرى. التحضير والاعداد عن طريق دشتي، العربي في ادخال الكره. الملا في الاستقبال، قاسم في الاعداد، السويد والضرب قوي، نقطه اخرى عن طريق السويد. برافو برافو عن طريق الغادي في العرباويه، عن طريق السويد. وهنا نياز ايضا وطلب وقت مستقطع لدى التونسي مدرب التضامن. وقت مستقطع ثاني لصالح التضامن، والتقدم العربي 19، التضامن 15. العربي لدى أحمد الملا الخبير في كرة الطائرة. إرسال الملا، إدخال الكرة، الاستقبال والإعداد عن طريق العجمي. العجمي والضرب قوي، ولكن هنا اللمس للشباك عن طريق مشاري خالد. أثناء الضرب كان هناك لمس للشباك. برافو للحكم الثاني في هذا اللقاء. هنا الضرب وهنا النزول أيضا اليد. انظر هنا، برافو برافو للإخراج، برافو للمصورين، برافو أيضا لحكم اللقاء الحكم عبد العزيز الهولي. امتياز في هذا اللقاء بقيادة أيضا نايف الحميدان. إرسال إدخال الكرة، ولكن ملامسة وإنزال الكرة أيضا في ملعب التضامن. 21 العربي، 15 التضامن. غياب ايضا لجمهور نادي العربي، لجمهور العربي لديه ايضا قاعده كبيره من الجماهير، يجب عليهم ايضا مسانده هذا الفريق. هذا الفريق فريق بطل، هذا الفريق ايضا لديه ايضا خامات كبيره، لديه لاعبين يعني على سبيل المثال السويد، ايضا على سبيل المثال ايضا حسين المصري، اداء للاعبين. وهنا ايضا نقطة اخرى لصالح التضامن. الجمهور هو داعم رئيسي لكل فريق، يجب ايضا مؤازرة الجماهير. ارسال عن طريق عبد الله، استقبال الاعداد، قاسم حلوة، برافو احمد الكندري، والدخول السريع. 22 العربي، 16 التضامن. خروج الكندري ودخول اشكناني على مستوى الارسالات. ارسال اشكناني، ادخال الكرة، الاستقبال عن طريق دشتي، العجمي في الاعداد والتحضير، العربي في ادخال الكرة، ولكن الى الخارج العربي. إلى الخارج. 23 العربي، 16 التضامن. أشكرني على الإرسال، إدخال الكرة، ولكن إلى خارج الملعب عن طريق أشكرني. العجمي على الإرسال، صالح ادخل الكرة، ولكن إلى الخارج، إلى الخارج العجمي. 24 العربي، 17 التضامن. نقطة الشوط ونقطة المباراة لصالح العربي. قاسم على الإرسال، ادخل الكرة، استقبال عن طريق عزيز، الإعداد والتحضير والضرب قوي أيضا
عن طريق العرضي. الضرب قوي عادت مرة أخرى عن طريق هري قاسم في الإعداد والتحضير. السويد والضرب في مركز أربعة عادت عن طريق حواط الصد، ولكن هنا إصابة أو شد عضلي، شد لدى السويد. هنا الجمهور القليل الحاضر لنادي العربي. 24 العربي 17 التضامن. قاسم الشريف على الارسال، ارسال ادخال الكره، التحضير والاستقبال العجمي في حواط الصد عادت عن طريق الملة. قاسم الاعداد هري ينهيها هري، وتقدم ايضا العربي في 25 مقابل 17. نهاية اللقاء بفوز العربي على التضامن لثلاث أشواط مقابل شوط واحد. شوط أول لصالح التضامن 26-24، شوط ثاني لصالح العربي 25-18، شوط ثالث لصالح العربي 25-14، شوط رابع لصالح العربي 25-18. مبروك إلى نادي العربي وهارد لك إلى نادي التضامن. وأيضا الشكر موصول إلى مخرجة اللقاء كوثر الكندري، وإلى جميع أخوان المصورين القائمين على نقل هذا اللقاء عبر قناة الرياضة. الشكر موصول أيضا إلى متابعينا الكرام. سنكون إن شاء الله بلقاء قادم، تابعونا معكم معلق هذا اللقاء عادل حربي، وإلى اللقاء.